عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في فيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم موديلات ديال الجلابه المغربيه باخر ما كاين في الفصاله والخياطه، وكذلك باخر ما كاين في التنبات والطرز. موديلات جد رائعه جدا. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب. ونبداو دابا مع اول موديل. بالنسبه لهاد الجلابه هذه كيف كتلاحظوا معايا، جات فيها طريزات في الصدر كيف كتلاحظوا، ها هما عن قرب، وتطريزات عاوتاني في بلاصه تاع الجياب في الجنب ديال الجلابه. هاد الموديل هذا كيف كتلاحظوا كيجي بفصاله مخزنيه. وبالنسبة لهاد الجلابة هادي فصالة عادية سامبل براندا كيف كتلاحظوا معايا، خدومة براندا في الصدر. وبالنسبة لهاد الجلابة هادي هي فصالة سامبل عادية، العقيدات نص طوق وتنبات جا هكا في الكتيفات. وبالنسبة لهاد الجليبة هادي حتى هي كيف كتلاحظوا معايا جاو فيها التريزات في الكمام والتحت حدا الافتحات ديال الجلابه، والفوق في الصدر حدا الكتاف. بصراحه هاد الموديل هذا كيجي غزال في اللبسه ديالو، طريزه رائعه حتى هي. وبالنسبه لهاد الجلابه كيف كتلاحظوا معايا حتى هي جات بالتنبات في الصدر، العقيدات نص طوق هنا عن قرب باش كتشوفوا الموديل. كذلك هنا عن قرب الصورة. وبالنسبة لهاد الجلابة هادي جات فيها طرزة في الصدر وفي الكمام، الموديل عن قرب. هذا الموديل هذا حتى هو كيجي غزال، طرزة رائعة. بالنسبة لهاد الجلابة هادي بتنبات في الكتاف كيف كتشوفوا معايا وفي الصدر، هنا الموديل عن قرب، كتجي خفيفة هكا وسامبل مع إضافة ديال التنبات. هنا الموديل عن قرب. وبالنسبة لهاد الجلابة هادي حتى هي كيف تلاحظوا معايا فيها الطرزة في الكمام وفي الصدر مع إضافة تنبات. هنا الموديل عن قرب. وهاد الجلابة هادي حتى هي كتجي غزالة في اللبسة ديالها، فيها مطروزة في الكمام وفي الصدر. وبالنسبة لهاد الجلابة هادي حتى هي فصالة سامبل خفيفة مع إضافة تنبات في الصدر في جهة واحدة.
اما بالنسبه لهاد الجلابه كيف تلاحظوا معايا جات فيها الطرز في حدا الافتتاحات ديال الجناب ديال الجلابه وفي الصدر ديالها كذلك بفصاله مخزنيه. هاد الجلابه هادي حتى هي موديل مطروز في الكميمات وفي الصدر ديالها تلاحظوا حتى هي كتجي غزاله في اللبسه. هنا الموديل عن قرب هاد الجلابة هادي خياطة خفيفة سامبل فصالة مخزنية بالعقيدات نص طوق والفتيحة القدام لتحت وفي الطرزة في الإيدين. هاد الجلابة هادي حتى هي كيف كتلاحظوا معايا مطروزة في الصدر وفي فيها واحد طريزة حدا الفتحة ديال الجلابة في الجنب صالة مخزنية. حتى هاد الموديل هذا كيجي غزال في اللبسة ديالو. اما بالنسبة لهاد الجلابة كيف كتلاحظوا كيف جات فيها الطرزة في الصدر وفي الكميمات حتى هي فصالة مخزنية. هاد الجلابة هادي حتى هي جات طرزة في احد الافتتاحات ديال الجلابة في الجنب وفي الصدر. الموديل ديال الطريزة حتى هو كيف كتشوفوا كيجي رائع. هاد الجلابة موديل اخر حتى هي كيف كتلاحظوا الطرزة جات لتحت تحت العقيدات وفي الجناب كذلك. حتى هاد الموديل الصراحة كيجي غزال في اللبسة ديالو. وهاد الجلابة هادي حتى هي كيف كتلاحظوا معايا غزالة باخر ما كاين في موديلات الطرز. الطرزة شادة الصدر كامل وفي الكميمات كتجي هكا سامبل وبفصالة مخزنية. هاد الجلابة هادي جات فيها الطرزة فقط في الجناب ديال الجلابة حدا الافتتاحات وفي القدام كذلك تحت من العقد. هذا موديل اخر عاوتاني كيف كتلاحظوا معايا الطرزه فين جات في الجلابه. كتجي هكا في الايدين وفي الجناب. كذلك بالنسبة لهذا الموديل كتجي الطرزة في الصدر وفي الكميمات في صالة مخزنية كتجي هكا خفيفة العقيدة نص طوق. هاد الجلابة هادي حتى هي في النوار توب الكريب كتجي حتى هي في الطريزة في حدا الكتاف وفي الايدين. حتى هاد الموديل هذا غزال في اللبسة ديالو كيف تلاحظوا معايا كتجي الافتتاح القدام.
كنتمنى الفيديو يكون مفيد لكم وتكونوا تعرفتوا على اخر الموديلات اللي كاينين في جلابة، باخر موديلات الطرز والتنبات. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب، وتخليوا لي كذلك تعاليق ديالكم واقتراحاتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ومع موديلات جديدة من جلابة المغربية. ونخليكم دابا ونقول لكم بسلامة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.